بعدين هنا عنوان آخر معادلة المستقيم صاد يساوي ميم سين زي جيم بمعلومية الميل ونقطة تقع عليه. يعني هنا حيعطيني الميل ويعطيني نقطة تقع عليه، ما يعطينيش الجيم مباشرة. من 83 واو رقم واحد، قال إذا كان المستقيم صاد يساوي 2 سين زي جيم، من الميل عطيه هنا اللي هو 2، بس هنا جيم هي اللي مش معطيها. يمر بالنقطة 4-1 أوجد قيمة جيم. تمام، نحن قلنا المعادلة صاد يساوي ميم سين زي جيم بالتعويض بالنقطة 4-1. 4-1 اللي هي النقطة هذه، معناها هذه قيمة سين وهذه قيمة صاد. حتقعد الصاد هاي قيمتها وين في النقطة؟ بواحد. واحد تساوي، والميم هنا باثنين عندي، في السين اللي هي قيمتها 4 في النقطة، زي جيم هي مجهولة، فهو تكونت عندي معادلة في مجهول واحد، سهل إيجادها. حتجد واحد تساوي 2 في الأربعة 8 زي جيم، ننقل 8 بعكس الإشارة، حتجد جيم تساوي 1 - 8، يبدأ جيم تساوي -7. السؤال الثاني قال إذا كان المستقيم صاد يساوي ميم سين -4 يمر بالنقطة 3 و2 أوجد قيمة ميم، كان يبن الميل وأعطاني جيم هنا -4، وأعطاني نقطة نستفيد منها بحيث إني أنا الثلاث هذه نعوض بها بدل السين واثنين نعوض بها بدل الصاد. حنشوف، لاحظوا هي المعادلة كيف ما أعطى لي هو صاد يساوي ميم سين -4 بالتعويض بالنقطة 3 و2، يبدأ هذه السين وهذه الصاد. إذا نحول الصاد ونحط في مكانها 2 تساوي ميم، والسين حط مكانها 3، تجد ميم في 3 - 4، فتقعد 3 ميم - 4 نقلتها بعكس الإشارة، قلت 3 ميم = 2 + 4، يد 3 ميم = 6 بالقسمة على 3، يد ميم تساوي 6 على 3 تساوي كم؟ 2. السؤال الثالث قال إذا كانت معادلة الخط المستقيم 2 س + ص = 4 أوجد ميل الخط المستقيم، هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني إذا كانت النقطة 5 و ك تقع على المستقيم أوجد قيمة ك. تمام، هنبدأ بالمطلوب الأول فقرة ألف هو إيجاد الميل. تمام، هذه زي ما مر علي من بدري في الأمثلة السابقة، حنطلع 2 س بعكس الإشارة، ضروري نحطها في الصورة العامة. هتلاحظوا طلعت 2 بعكس الإشارة، فقالت ص تساوي -2 س + 4، يبدأ الميل يساوي كم؟ هو معامل س، يبدأ الميل يساوي -2. هذا المطلوب الأول انتهينا منه. المطلوب الثاني قال لي النقطة هذه تقع، النقطة هذه 5 و ك تقع على المستقيم. كلمة تقع على المستقيم معناها تحقق المعادلة نتاعها، يعني أنا بإمكاني نحول السين في المعادلة ونخليها 5 ونحول الصاد ونخليها ك. حنشوف بما أن النقطة 5 و ك تقع على المستقيم، قلنا معناها نقدر نعوض بها في المعادلة بالتعويض في معادلة المستقيم. أي مستقيم اللي هو الصاد يساوي -2 س + 4. حولنا الصاد حطينا في مكانها ك، وحولت السين وحطيت مكانها 5، قلت -2 - 5 + 4، يبدأ الكاف تساوي -10 + 4، يبدأ الكاف تساوي -6.